النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. أعلن مصرف البحرين المركزي عن تغطية الإصدار رقم 1988 من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية، والتي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. وتبلغ قيمة الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوما، تبدأ في الأول من شهر نوفمبر 2023 وتنتهي في 31 من شهر يناير 2024. ويبلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 6.35%، وبلغ معدل سعر الخصم 98.420%. علما بأنه قد تم تخطيط الإصدار بنسبة 179%، كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 210 مليون دينار. عقدت جمعية مصارف البحرين اجتماعا ضم عددا من المؤسسات المصرفية والمالية ووزارة الصناعة والتجارة، ممثلة بمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق العمل تمكين وجمعية التأمين البحرينية وصادرات البحرين، وذلك للتباحث حول سبل التعاون في تطوير آليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين ومناقشة فرص ذات صلة بالشأن الاقتصادي والعمل المصرفي والتنموي، والتي يمكن أن تنطوي على تعاون استراتيجي بين البنوك البحرينية والجهات المعنية بدعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وخلال الاجتماع عرض الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور وحيد القاسم رؤية الجمعية لتحسين سبل التمويل المستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم الفني والتمويل المادي للمشاريع الريادية التي تقدم ميزة تنافسية وقيمة مضافة وتسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية للمملكة. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. سجل عدد المسافرين عبر مطار البحرين الدولي خلال شهر سبتمبر الماضي نحو 705,546 مسافرا، بحسب أحدث إحصائية صادرة عن شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات. وبينت أن الوجهات الأكثر زيارة بعدد المسافرين لشهر سبتمبر 2023 مقارنة بالشهر المماثل له من العام الماضي الرياض بالمملكة العربية السعودية، تليها الكويت، ثم لندن بالمملكة المتحدة وإمارتي دبي وأبوظبي. ويلعب قطاع الطيران دورا هاما في تقوية الاتصالات العالمية وتعزيز النمو الاقتصادي. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.